السلام عليكم، يعطيكم العافية. طلاب اللغة الإنجليزية، معكم الأستاذ منير. إن شاء الله راح ناخذ مع بعض امتحان على قاعدة المضارع البسيط والمضارع المستمر. يلا نتعرف على الامتحان. تمام، في عندنا هون بين أقواس يو، تمام، اللي هو ضمير الفاعل، وكم الفاعل. تمام، وفي عندنا تونايت. تمام، تونايت يعني الليلة، وهذا يدل على المستقبل. تمام، فهون راح نستخدم معه المضارع المستمر. تمام، إذا في عندنا يو وفي عندنا سؤال، فراح نبلش بـ آر، لأنه يو من ضمائر الجمع اللي بتاخذ آر. آر يو، والفعل كم بيصير أي جي. تمام، كامينج تونايت. ارجعوا لدرس المضارع البسيط والمضارع المستمر قبل ما تاخذوا هذا الامتحان أو قبل ما تدخلوا على هذا الفيديو عشان تستفيدوا. تمام، إذا آر يو كامينج تونايت، طبعا بنحط علامة الاستفهام وبنعمل تشيك، بيعطينا صح او غلط. تمام، اذا الجواب are you coming tonight، هل ستاتي الليله. are you coming tonight، هل ستاتي الليله. تمام، نروح للجمله اللي بعدها. عندنا every day، وافري داي من دلالات المضارع البسيط، وعندنا استفهام. تمام، يعني سؤال، بدنا نعمل سؤال. لما نعمل سؤال بدنا نضيف do او does، وفي عندنا هون هي معناته اللي هي حسب ما درسنا بالقاعده بتاخذ does. اذا does، بعدين هي، does he eat، وباقي الجملة هم كاتبينها. Does he eat rice every day؟ هل هو يأكل الأرز كل يوم؟ نعمل check، بيعطينا صح. طيب، في عندنا هون I work at the moment. At the moment من دلالات المضارع المستمر. تمام، at the moment يعني حاليا. تمام، إذا نروح أحكي I، الآي في المضارع المستمر بتاخذ am. تمام، والفعل work راح نضيف له ing. تمام، I am working at the moment، يعني أنا عم بشتغل في هذه اللحظة. نروح للي بعده. في عندنا often، وoften من دلالات المضارع البسيط. تمام، اكتبوهم على الدفتر دائما، يعني احنا لما نشرح القواعد ما بنعطي كل التفاصيل، احيانا ننسى بعض التفاصيل، لكن هون بالممارسه بتطلع احيانا بعض التفاصيل اللي احنا بنكون نسيناها، فممكن نضيفها للقاعده اللي درسناها. تمام، اذا عندنا هون often وعندنا هي. لما نعمل سؤال في المضارع البسيط شو بنضيف؟ do او does، وفي عندنا هون هي، اذا راح ياخذ does. does دائما اول حرف كابيتال. تمام، الدي كابيتال. does he come، تمام، بعدين to London often، يعني هل هو ياتي الى لندن اللي هي عاصمه بريطانيا. often غالبا. تمام، وعلامه استفهام، نعمل check، اعطانا صح. تمام، he play tennis now. تمام، اذا في عندنا now، وهي من دلالات المضارع المستمر. تمام، يعني هو عم بيلعب تنس الان. اذا اللي هي مفرد بتاخذ is، والفعل play بنضيف له ing بس. تمام، check. افرض اني كتبت الجواب غلط، حطيت بدل is are، طلع هون شو بيعطيني؟ check، بيعطيك غلط. تعمل هون show، بيعطيك الجواب صحيح. تمام، is playing. تمام، طبعا هم اختصروها، شو عملوا؟ عملوا هيك is playing، اللي هي بعدين فاصلة مع الاس، اختصار لكلمة هي از. تمام، نفس الشيء. تمام، ما علينا. هي از بلاينج تنس ناو، يعني هو عم بيلعب تنس الان. احفظوا الجمل كمان، مو بس يعني نفهم القاعدة، احفظوا الجمل، استخدموها في حياتكم اليومية. تمام، هون في عنا ليتر. تمام، يعني لاحقا، هل ستأتي إلى السينما لاحقا. تمام، هون راح نستخدم معه المضارع المستمر عشان يدل على المستقبل. تمام، مستقبل القريب. are you coming to، خلاص are you coming فقط. تمام، اذا في عندنا يو اخذت ار. تمام، بعدين بننزل الفاعل مثل ما هو، هي نزل مثل ما هو، والفعل كم ضفنا له اي ان جي. تمام، وكونه بينتهي بحرف العله بنحذف الاي وبنضيف اي ان جي. تمام، تمام، نعمل تشيك. اذا are you coming، طبعا هون احنا كنا نحط الاستفهام ويحسبوا لنا يا صح، مع انهم هم حاطين استفهام اخر شيء، ما في داعي. تمام، ما في داعي نحط الاستفهام. تمام، are you coming to the cinema later، يعني هل ستاتي الى السينما لاحقا. تمام، الان في عندنا tomorrow. tomorrow حكينا شو من دلالات المضارع المستمر، وفي عندنا هون نفي. تمام، اذا اول شيء they من ضمائر الجمع ولا المفرد؟ they معناها هم من ضمائر الجمع. تمام، اذا بده ياخذ are. تمام، وفي عندنا not فراح ننفي. aren't، تمام، they aren't، والآن كم بدها تصير ing؟ coming
الى اخره، تو ذا بارتي تومورو، يعني هم ما راح يجوا على الحفله غدا، نعمل تشيك اعطانا صح. تمام، اذا في عندنا ناو هون معناته من دلالات مضارع المستمر، وفي عندنا نفي هون، اذا اللي هي شو بتاخذ في المضارع المستمر؟ از، لما بدينا فيها بتصير isn't. تمام، لانه في عندنا not هون، فعل play بضيف له ing، he isn't playing golf now، يعني هو ما عم بيلعب لعبه الجولف الان. تمام، اللي هي المضرب وبيلعبوها على حديقه او حشيش. تمام، وبيدخلوا الطابه بالحفر. طيب this Sunday، تمام، يعني هذا السبت، فعم بيحكي له عن مستقبل قريب، فراح نستخدم معه المضارع المستمر. تمام، are you playing tennis this Sunday؟ تمام، يعني هل راح تلعب يعني تنس هذا الأحد؟ تمام، إذا are you، طبعا سؤال، وكونه سؤال بدي أقدم الـ are أو الـ is. هون في عندنا you هو من ضمائر الجمع فبياخذ are. تمام، are you، والفعل play بضيف له ing، are you playing tennis this Sunday؟ تمام، هون في عندنا every Saturday، و every Saturday حكينا شو؟ دائما every زائد وقت. تمام، نستخدم معه المضارع البسيط. تمام، إذا they من ضمائر الجمع، الفعل go يبقى كما هو، ما بيتغير عليه شيء. تمام، they go to a restaurant every Saturday، يعني كل سبت هم بيروحوا على المطعم. تمام، عندنا هون very often، يعني غالبا، إذا هم ما بيروحوا على السينما غالبا. طيب عندنا إذا المضارع البسيط، عندنا شيء، شيء من ضمائر المفرد، لكن في عندنا هون نفي. تمام، not، إذا حكينا احنا بالسؤال أو النفي بنضيف، بالسؤال بنضيف do أو does، بالنفي بنضيف don't أو doesn't. تمام، هون في عندنا شيء من ضمائر المفرد راح تاخذ doesn't، إذا doesn't go، والفعل go يبقى كما هو، she doesn't go to the cinema very often، يعني هي لا تذهب إلى السينما عادة أو كثيرا، very often غالبا، حط هون check بيعطينا صح. طيب you usually arrive late، usually من دلالات المضارع البسيط بمعنى عادة، يعني أنت عادة تصل متأخرا، فيبقى الفعل مثل ما هو، لأنه في عندنا الضمير يو من ضمائر الجمع، إذا كان من ضمائر المفرد نضيف له اس، لكن اللي هو هي أو شيء أو إت مثل ما حكينا، لكن ما عندنا usually arrive late، يعني أنت عادة تصل متأخرا، راح أترك رابط الموقع في الوصف عشان تمارسوا القاعدة. تمام، هي normally عادة، تمام، normally و usually يعني قراب من بعض. تمام، قد تكون normally أقل من usually، يعني usually بيكون فيها عادة أكثر، normally يعني أقل. تمام، هي normally، يلا هون في عنا normally، إذا مضارع بسيط. تمام، في عنا هي، حكينا شو راح نضيف للفعل بين الأقواس، أس يعني عليكم، هي normally eats dinner at home. تمام، يعني هو يأكل العشاء عادة، يأكل العشاء ويتناول العشاء في البيت. تمام، هون في عنا سؤال. تمام، و every night كل ليلة، وهي من دلالات شو حكينا، every زائد وقت. تمام، كل ليلة، كل شهر، كل أسبوع إلى آخره، أي every معناها كل. تمام، إذا شو راح تأخذ؟ مضارع بسيط، وطالما إنه سؤال راح أضيف do أو does. أحسن، إذا طيب، وفي عنا you، you شو بتأخذ، do ولا does؟ أحسنت، من ضمائر الجمع فبياخذ do. Do you study every night؟ هل أنت تدرس كل ليلة؟ تمام، في عنا هون usually، تمام، وفي عنا they. تمام، إذا usually من دلالات المضارع البسيط، وthey من ضمائر الجمع، فراح يصير السؤال، وعندنا سؤال بدي أضيف do، لأنه they من ضمائر الجمع، do they work؟ تمام، do they work late usually؟ هل هم يعملون متأخرا عادة؟ تمام، إلى آخره. تمام، هون في عندنا later من دلالات المضارع المستمر. تمام، فاليو بتاخذ ار لانه من ضمائر الجمع، ونت بننفي الار بتصير ارنت، والفعل جو بنضيف له ing. تمام، you aren't going out later، يعني ما راح تروح او ما راح تطلع لبرا او تطش لاحقا. تمام، هون tonight نفس الشيء، حكينا من دلالات المضارع المستمر I am، وهون في عندنا not. تمام، الآن بدي أحط أنزلها مثل ما هي، لأنه ما في إلها اختصار، يعني are بتصير aren't، is بتصير isn't، أما am ما في إلها اختصار. تمام، لازم تضيف كلمة not.
نزلها مثل ما هي I am not، والفعل work بنضيف له ing. الموضوع سهل جدا يا جماعة. I am working tonight يعني أنا عم بشتغل أو راح أشتغل الليلة، تمام؟ يعني راح أكون بالعمل شغال وفي حركة إلى آخره، تمام؟ عشان هيك أخذ مستمر. At the moment في هذه اللحظة من دلالات المضارع المستمر. وفي عندنا سؤال شيء. شيء من دلالات، عفوا، من ضمائر المفرد، فراح تاخذ is. Is she working at the moment، تمام؟ إذا she أخذت is. بعدين نزلنا الشيء اللي بين أقواس. بعدين work ضفنا له ing، تمام؟ إذا is she working at the moment. ليش أخذت is؟ لأنه شيء من ضمائر المفرد. ارجعوا للدرس لا تنسوا، تمام؟ Very often من دلالات المضارع البسيط، تمام؟ I am not drinking. لا عفوا، هون very often من دلالات المضارع البسيط إذا وليس المستمر مثل ما حكينا، بس رحت كتبت الجواب الغلط، تمام؟ إذا النفي في المضارع البسيط شو بدي أضيف؟ don't. I don't drink coffee very often، يعني أنا ما بشرب قهوة غالبا، تمام؟ إذا أعطونا صح. جوليا عندنا هون now، إذا جوليا اسم بنت، تمام؟ راح تاخذ is، والفعل sleep ياخذ ing. sleeping now، تمام؟ إذا جوليا is sleeping now يعني هي نائمة الآن. الله يعطيكم العافية، راح أترك لكم الرابط في الوصف. إذا في شيء ما فهمتوه اكتبوا لي إياه بالتعليقات، إن شاء الله راح نستمر على هذا المنوال. كل قاعدة بندرسها راح نعمل معها مقارنة مع قاعدة ثانية على أساس تميزوا بيناتهم، وإن شاء الله ما يضل شيء صعب أمامكم. والله يعطيكم العافية، أتمنى لكم يوم سعيد. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعمونا. الله يعطيكم العافية، في أمان الله، السلام عليكم.